نروح للمباراة التانية، الأرجنتين أمام أستراليا. ناس شايفة على الورق الأرجنتين المباراة محسومة أكيد. للأرجنتين. أنت شايف إيه بقى؟ شايف الأرجنتين قدمت في الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات اللي كان بيتمناه منه جمهوره، واللي هو المتوقع إنه يبقى المرشح الأول للبطولة؟ بص، هو الارجنتين عموما في الاخر كام كاس عالم ما بتبداش في المجموعات بقوه. يمكن لو بدانا الماتشات هي خدت الامر تدريجي على المستوى الفني، يمكن ماتش سيء جدا قدام السعوديه، ثم شوط اول واول شوط التاني برضو متوسطين جدا قدام المكسيك، وختموها باخر تلت ساعه بشكل ممتاز، ثم مباراه ممتازه جدا فنيا وعلى صعيد كل حاجه قدام قدام بولندا. بولندا منتخب الارجنتين كانت الامال كبيرة جدا عليه قبل البطولة، وكتير كانوا مرشحينه، كان هو مرشح الأول لللقب، ولكن أعتقد الخسارة قدام السعودية نزلتهم شوية لأرض الواقع. بدأوا إن هو حتى سكالوني بدأ يغير في بعض الخطط وبعض الخيارات اللي هو في الفرقة، إن هو سواء بقى إنزو فرنانديز في وسط الملعب أو جوليان ألفاريز في الهجوم، بدأ إن هو يدي فرص للعيبة الشباب أكتر أكتر من اللعيبة الكبار في السن أو اللعيبة اللي لياقتها البدنية أقل شوية. ماتش استراليا مش هيكون سهل، لأن استراليا جات لها فرصة من ذهب إن هي تتأهل وتوصل للدور الثاني، وشفناهم قدام الدنمارك وحش، كان يعني برضو كان فرص الدنمارك نظريا كان كل متوقع ان الدنمارك تتأهل. بيدافعوا بشكل قوي جدا جدا، عندهم قامات فارعه في الدفاع وبيدافعوا باكثر من 6 لعيبه، فبالتالي طبعا متوقعين مباراه دفاعيه من الطراز الاول قدام استراليا، ولكن يظل برضو ميسي ولاعيبه الارجنتين اعتقد ممكن يبقى ليهم طبعا الافضليه يعني. وتحس كده وانت حتى وانت بتتكلم عن منتخب الارجنتين انه بدأها تدريجيا في نسق صحيح. تصاعدي ملحوظ جدا، وخسر في المباراه الاولى من السعوديه، بعدها قدم مباراه متوسطه في المباراه الثانيه، في المباراه الاخيره بالظبط امام كده. بولندا بنشوف اداء كويس جدا وظهور لميسي بشكل لافت. ولكن استراليا صعب جدا تواجه الهجمات دي وتواجه كم اللعيبه المهاريه اللي موجوده في الارجنتين. خلي بالك برضو لو شفنا اللعيبة اللي بتقدم مستوى كبير جدا في الأرجنتين مش كلهم في أفضل فورمة ليهم، يعني لو بنتكلم عن دي ماريا مثلا أحد الرجال الكبار أو الناس اللي دايما في الماتشات الكبيرة والمهمة في الأرجنتين على مدار السنين اللي فاتت، لا مش ده دي ماريا اللي احنا متعودين عليه، وممكن أصلا كمان ما يلحقش الماتش بالليل الإصابة. لو تارو ومش دي مارتينيز، ماريا نسخة لا لا 2018، خالص نسخة طبعا، كأس العالم. لو تارو مارتينيز مهاجم الانتر اعتقد برضو بعيد جدا عن مستواه من بدايه البطوله. يمكن جوليان الفاريز بدا مهاجم مانشستر سيتي بدا ان هو ياخد عليه واثبت كفاءه كبيره جدا. بابو جوميز او خوان او انخيل كوريا برضو عناصر ما شفناش منها مستوى فني كبير او تخلينا نقول لا الارجنتين عندها حلول هجوميه كبيره، ولكن الكلام كله طبعا على ميسي في صناعة الألعاب أو التهديف، ثم إنزو فرنانديز أحد مفاجآت البطولة السعيدة بالنسبة للأرجنتين، صانع لعب خلفي في وسط الملعب ولاعب إضافي عنده لمسة فنية، ساعد ميسي بشكل كبير جدا وساعد الأرجنتين في صناعة اللعب والتهديف. أعتقد الاثنين دول ميسي طبعا مع إنزو فرنانديز هيكون ليهم عامل كبير جدا مع جوليان ألفاريس في خط الهجوم. يعني شايف تقييمك للمدير الفني لمنتخب الأرجنتين سكالوني، يعني هل هو قادر دلوقتي إن هو يعالج الأخطاء اللي وقع فيها في دور المجموعات؟ وشايف إزاي، أو شايف بتقيم إزاي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين دلوقتي سكالوني؟ بص، سكالوني أضاف للمنتخب الأرجنتيني من بعد ما جه الرخامة الدفاعية، عارف انت اللي هو الصياعه بتاعت امريكا الجنوبيه، اللي هو تجيب جون وتعرف ازاي تقتل الماتش، وتعرف ازاي تتحكم في ريتم الماتش، وتعمل فاولات كتير جدا تعطل اللعب بشكل كبير. الارجنتين دايما منتخب عنده لمحات فنيه كتيره، لعيبه حريفه جدا، فكله كان بيلعب الكرات اللي هي اللعب الجميل والابداع وكده، ولكن الجانب بقى التاني من الكوره كان مختفي شويه. ده اللي اضافه سكالوني للمنتخب. هو بدأ يحسن كتير من أخطائه اللي شفناها في ماتش السعودية، بدأ يغير في بعض اللعيبة، سواء إن هو بيلعب مدافع مانشستر يونايتد في الدفاع مكان روميرو عشان يحسن في طريقة بناء اللعب من الخلف، أو إن هو شال لاعب الارتكاز جويدو رودريجيز وبدأ إن هو يلعب إنزو فرنانديز أساسيًا، أو إن هو بدأ ماك أليستر بتاع لاعب برايتون بدأ يدخل وبدأ وخد أحسن لاعب في المباراة اللي فاتت، بدأ يدخل مكان بابو جوميز، فبدأ إن هو يغير برضو من قناعاته. دي حاجة كويسة جدا ان الراجل مش متحجر
على طريقه لعب معينه او على لعيبه معينه زي ما قلت من شويه جوليان الفاريز اللي احرج بالظبط كده. يعني لو طارو خد فرصه وخد الثانيه لما لقى ان الدنيا مش ماشيه معاه، لا جوليان الفاريز بدا ان هو يبقى اساسي وراجل ثبت نفسه سريعا يعني، وبالتالي الراجل بيحسن بشكل او باخر، بيغير بالطريقه اللي تناسب المنتخب. وحتى الان زي ما قلنا طالما التغييرات بتصاحبها اداء فني كويس ونتائج بدات تتحسن، فاعتقد عمل كويس منه لحد دلوقتي يعني.